يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. لكل سورة في القرآن اسم يميزها. كل اسم هو مفتاح لسورة ومعانيها. قد يقرأ البعض القرآن الكريم كل يوم، وقد يختمه آخرون عشرات المرات في رمضان. لكن كثيرين لا يعرفون معنى التسميات التي تحملها سور القرآن. لماذا البقرة مثلا؟ لماذا الأنفال؟ لماذا هود؟ لماذا الشعراء؟ لماذا الجن؟ حي على الجواب ولك جميل المثاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. هذه آيات بينات من سورة النمل، فيها ورد لفظ النمل. يا ترى لماذا سميت سورة النمل؟ حي على الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، وحي على الجواب على قناتكم قناة الهداف تيفي. أقول لكم رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في عدد جديد ومع صورة جديدة، وعلى قناتكم قناة الهداف تيفي وفي ولاية جديدة. برنامج حي على الجواب نسأل فيه المواطنين لماذا تسمى سور القرآن الكريم بهذه الأسماء؟ لماذا البقرة؟ لماذا الفاتحة؟ لماذا آل عمران؟ لماذا النساء؟ لماذا المائدة؟ لماذا النمل؟ حي على الجواب، لكن بعد الفاصل. ساعات بزاف قراية طحالك، ما تعرفش من وين تبدأ وكيفاه ترتب الأفكار اللي تجيك، ما تلحق حتى نتيجة، ما مدير اللي عليك، راح تحس الدنيا تدور بيك حتى تجيك رامي انرجي درينك بين عينيك. اشربها انت وتحرف الإلهام والعزيمة اللي تجيك. رامي انرجي درينك اقلبها الكتريك. من حديقة النصر ومن ولاية بومرداس نحييكم ونجدد لكم التحية إخوة المشاهدين على قناتكم قناة الهداف تيفي ومع برنامجكم حي على الجواب. إخوة المشاهدين، كعادتنا نسأل المواطنين علاش تسمى صور القرآن الكريم بأسماء، يعني بهذه الأسماء. وسؤالنا اليوم عن سورة النمل، الله عز وجل لماذا سمى سورة النمل بهذا الاسم؟ ومع أول مشارك معنا في هذا البرنامج ومن ولاية بومرداس
مرحبا بك أستاذنا الكريم. مرحبا أخي محمد، من هنا من منطقة بومرداس. صح، رمضانكم لكل الشعب الجزائري. الله يبارك، تسكن هنا في ولاية بومرداس؟ نعم. الله يبارك ما شاء الله. وش تخدم أستاذنا الكريم يعني؟ إطار في قطاع الصحة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يوفقك في هذا المجال. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فإحياء النفس هي من أعظم الأجور عند الله عز وجل. أستاذنا الكريم، سؤالنا اليوم عن سورة النمل، وقبل أن نطرح عليك سؤالا، بما أنك من ولاية من هذه الولاية، تقولنا يعني أماكن هذه الولاية ويعني الأماكن المليحة باش واحد يزورها كي يجي واحد الولاية خارج من يسكن من خارج الولاية باش يشوف الولاية، واش المناطق اللي تنصح بها؟ بومرداس هي منطقة سياحية بالدرجة الأولى. نعم. وبدرجة ثانية هي منطقة فلاحية ما شاء الله. وأشهر معالمها هي قصبة دلس. الله يبارك. التي أنشأت في وقت قبل العثمانيين ما شاء الله. وبومرداس ما يخفاش عليكم هي مقر أول للحكومة الجزائرية المستقلة روشنوار. السيد عبد الرحمن فارس لما استلم المهام كأول رئيس للدولة الجزائرية المستقلة كان مقرها هنا في روشنوار. الله يبارك ما شاء الله، يعني أنت ملم بكثير من المعلومات أخي أستاذنا الكريم. يعني رايحة نسقسيك سؤال، يعني بما أنه رانا في مجال القرآن الكريم، سورة النمل هذه، النملة هذه المخلوق التي خلقها الله عز وجل، هو مخلوق يعني عجيب جدا وله عدة يعني خلق الله عز وجل فأحسن كل شيء، ليش ربي سمى هذه الصورة بصورة النمل؟ يذكر أن صورة النمل سميت بصورة النمل لأنها هناك رويت فيها القصة الكاملة للنملة مع سيدة سليمان. وهناك بعض الكتاب يقولون بأنها سميت أيضا بصورة سليمان. وهناك ابن العربي أبو بكر بن العربي سماها صورة الهدهد لذكرها قصة الهدهد مع ملكة سبع. ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. وما إحدى المشاركات معنا في هذا البرنامج، وهذا ما يتميز به هذا البرنامج، برنامج حي على الجواب، نطرح الأسئلة على جميع أصناف المجتمع رجالا أو نساء. ومعنا إحدى الأخوات ما شاء الله، مرحبا بك الأخت الكريمة. أهلا وسهلا. الله يبارك. شكون معنا؟ بن بركات فاطمة الزهراء من ولاية بسكرة، متزوجة في الدار البيضاء. نسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة. أخت الكريمة، احنا سؤالنا اليوم عن سورة النمل، علاش ربي سماها بسورة النمل؟ سورة النمل لأنها ذكرت قصة سيدنا سليمان مع النملة، عندما جاء خرج مع جنوده، وخرجت النملة مع السرب تاعها، ثم النملة تكلمت مع النمل، قتلهم يعني بما معنى الآية قتلهم يعني ابتعدوا لا يتحطمنكم سليمان. سمعها سيدنا سليمان وابتسم، ثم يعني أمر الجيش بالابتعاد يعني باش ما يقيسش النمل. اي ما شاء الله. واسمك الأخ الكريم؟ عبد المجيد. عبد المجيد، عبد المجيد تقدم معنا، مرحبا به. عبد المجيد تخدم ولا تقرا ولا؟ نخدم كويزيني. الله يبارك، اسال الله تعالى ان يوفقك وان يعينك يا رب العالمين. آمين. اخ عبد المجيد، سورة النمل، الله عز وجل هذه السورة المباركة، والقرآن كله مبارك وفيه اجر عظيم في قراءته، ونحن في شهر رمضان. سورة النمل، علاش ربي سبحانه سماها بهذا الاسم بالتحديد؟ الوارد فيها النمل مع سيدنا سليمان عليه السلام. نعم. وهي سورة مكية. نعم ما شاء الله. عدد آياتها 93. الله يبارك ما شاء الله. وذكر فيها بسملة 114، في أن سورة التوبة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر فيها في هذه السورة. نعم. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. عندما أرسل سليمان عليه السلام برقية إلى ملكة بلقيس، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا إخوة المشاهدين، كل أدلى بدلوه وكل اجتهد على الإجابة الصحيحة الكاملة، فنسأل الله تعالى أن يجازيهم خير الجزاء. لكن فيه أستاذ يعني ما شاء الله أجاب وأفاد وأعطنا أيضا لمحة
عن هذه المدينة وأعطانا أيضا المعلومات عن هذه المدينة، وهذا الأستاذ الله يبارك إن شاء الله ربي جزيه، فنهنئه على الإجابة الصحيحة. وأما أنتم إخوة المشاهدين، فاصل ونواصل. نجدد لكم التحية إخوة المشاهدين من حديقة النصر ومن ولاية بومرداس، ونهنئ الأستاذ الفاضل على الإجابة الصحيحة ونهدي له هذه الهدايا الرمزية. وقبل أن نهدي له هذه الهدايا نطلب منه أن يعيد الإجابة، لكن بما أنه يتكلم ويتحدث الأمازيغية نطلب منه أن يعيد الإجابة لكن بلغة الأمازيغية، وأيضا أن يقولنا هذه بما أنه رانا سألنا على صورة النمل، يقولنا النملة هذه بالأمازيغية في كيفاش تسمى. نعم أستاذ شيخ، بالأمازيغية لكل منطقة اسمها. نعم. كاين يعطوا لها ثيوظفين، كاين يعطوا لها أو الطوف. نعم ما شاء الله. كاين معناتها لكل منطقة اسم. الله يبارك. وهذا ما يدل على تعدد اللهجات ولا تعدد ثقافة الأمازيغية واختلاف ألسنتكم وألوانكم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. إخوة المشاهدين، نهنئ الأستاذ الفاضل على الإجابة الصحيحة مرة أخرى، ونهدي له هذه الهدايا الرمزية والمتمثلة في سور القرآن الكريم وقصص الأنبياء والمرسلين وقصص أمهات المؤمنين والمبشرون بالجنة وقصص وإلى غير ذلك من القصص. وهذه الهدايا إخوة المشاهدين هي هدايا تتناسب مع الشهر الفضيل وشهر القرآن الكريم، وهذه الهدايا أيضا هي هدايا مهدات من طرف دار الأمير خالد، فنشكرها جزيل الشكر ونسأل الله تعالى أن يجزيها خير الجزاء. إخوة المشاهدين، وهذا في انتظار الجائزة الكبرى والتي ستكون في نهاية العدد الحلقات 30، ويكون فيه سحب إن شاء الله تعالى ويفوز فيها واحد من المشاركين اللي جازوا معنا في كل الحلقات في عدد حلقات 30. تفضل أستاذنا الكريم ونهدي لك هذه الهدايا، وأسأل الله تعالى أن تنتفع وتنفع بها أبنائك وربي يوفقك إن شاء الله في مجالك الصحي. كلمة أخيرة لهذا البرنامج. أولا نشكركم على هذه الحصة وهي هادفة بالدرجة الأولى، وهي تخدم الوعي الديني والوازع، وخاصة نحن بحاجة إلى هذه الحصص. نعم ما شاء الله، ربي يبارك فيك إن شاء الله، ونحن دائما معكم بإذن الله تعالى طيلة شهر رمضان. إخوة المشاهدين، أقول لكم للاستماع للإجابة الصحيحة الكاملة الشاملة بعد الفاصل. ساعات بزاف قراية طحالك، ما تعرفش من وين تبدأ وكيفاه ترتب الأفكار اللي تجيك، ما تلحق لحتى نتيجة، ما مدير اللي عليك، راح تحس الدنيا تدور بيك حتى تجيك رامي انرجي درينك بين عينيك، اشربها انت وتحرف الالهام والعزيمه اللي تجيك. رامي انرجي درينك اقلبها الكتريك. سورة النمل الأول ما ابتدأ بها الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة النمل هي سورة مكية وعدد آياتها 93 آية. سورة النمل سبب تسميتها سورة النمل أن الله عز وجل ذكر قصة سليمان عليه السلام مع هذه النملة المخلوق العجيب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول أهل اللغة والبلاغة في هذه الآية تمعنوا واجتمعنوا في هذه كيفاش خاطبت النملة سليمان وكيف خاطبت الجنود، يعني الجنود تاعها: يا أيها النملة، هنا ياء نداء، يعني النملة كانت تنادي جميع النمل: ادخلوا مساكنكم، يعني هذا دليل على أن النمل ما عندهاش مسكن واحد بل عندها عدة مساكن كثيرة جدا. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، هنا لا ماذا؟ لا نافية، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون،
شوفوا سبحان الله، النملة أحسنت الظن بمن؟ بسليمان عليه السلام، قالت وهم لا يشعرون، ما قالت وهم يشعرون. فسليمان عليه السلام عندما سمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم سليمان عندما تبسم. وهذه هي ما سليمان عليه السلام بالمناسبة أعطاه الله عز وجل ما لم يعطه أحدا من الأنبياء، كان يتحكم في الطير والنمل وكل شيء والجن أيضا، وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وسليمان عليه السلام عندما سمع النملة تخاطب النملة جميعا تبسم ضاحكا من قولها، مباشرة تذكر نعمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سورة النمل أيضا فيها السجدة، سورة النمل فيها أيضا قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس، سورة النمل أيضا فيها قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد وإلى غير ذلك، فيها قصة صالح عليه السلام، فيها قصة موسى عليه السلام وإلى غير ذلك من القصص الموجودة في هذه الصورة. إخوة المشاهدين، هذه هي سبب تسمية سورة النمل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ويخشعون لكلام الله عز وجل ويتمعنوا في تلاوة القرآن الكريم. إخوة المشاهدين، تابعونا يوميا على قناتكم قناة الهداف تيفي ومع برنامجكم حي على الجواب، ومع صورة جديدة وفي ولاية جديدة. أقول لكم ختاما رمضان كريم وصحة فطوركم، والسلام عليكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.